الإخوان السابق يعني حقيقة كان يشجع التهريب باعتبار كان في ظل الحصار، فخلق نوع من الثقافة لدى طبقات عديدة لتهريب للداخل، تهريب التهريب السجائر، تهريب الشاي، الشكر، العقود النفطية التي كانت تهرب من العراق. هذه الثقافة بالأرباح السريعة يفترض أن يتم التوقف عليها. شفافية الغرض النهائي من التحويل، ومن هو المستفيد الأخير؟ هل هو شرعي أم غير شرعي؟ فالبنك المركزي ونظام التحري عن الأموال وحتى الاستخبارات المالية في وزارة المالية عليها أن تدخل في موضوع من هم الشباب العراقي الذين يقومون بتحويل هذه الأموال، من أين أتوا بهذه الأموال؟